خلاص بعد كده هنخش في البروفيشنال كارير، اللي هو انت اشتغلت قد ايه. تمام، طيب عايز منك بالظبط اللي انت اشتغلت ايه في اخر 5 سنين، يعني النهارده 24 23 9 2018، من تجيب له من اول 23 9 2013. الموال بقى اللي هو كاتبه ان انت لازم تكون، ما فيش يوم تكون مفوته الا ما تكون كاتب انت عملت فيه ايه. قال لك مثلا مثال، لو انت مثلا سبت شغلانه يوم الجمعه وبديت شغلانه تانية يوم الاثنين، لازم تقول انت كنت ان السبت وحد دول مش متعين او ان امبلويد. تمام، حاجه تانية برضه، لو حد مثلا واحد ست واخده اجازه مثلا رعايه طفل او كده لازم تحددها، واحد واخد انترنشيب زي تدريب مثلا عشان شغله واخد اجازه. انما لو انت واخد مثلا اجازه السنويه العاديه اللي كلنا بناخدها دي، مش هتتكتب، يبقى انت في شغلك عادي. هنعمل اد عشان نزود الشغل، هنعمل مثلا ستارتنج ديت، بدينا مثلا 2013 تمام، 2013 شهر 2 تاريخ 1/2/2013 مثلا، خلصنا 2014. خلينا نكون تمام 2016، آسف 2016 طبعا كل حد وتاريخه. 2016 شهر 2 تاريخ 1، والإند ستيج كان 2017 شهر 2 تاريخ 6. بس طبعا دي انت لو مكمل مثلا، لو انت بادي مثلا 2016 بادي من 2013 لغاية دلوقتي، مش هتكتب التانية، وهتكتب I still have this occupation، اللي هو العلامة دي المفروض تعلم عليها. تمام، دي كده ال occupation نفسها بقى، بتختار طبعا فول تايم ولا بار تايم ولا ترينيه تدريب بس. برنتال ليف دي اللي هي الاجازه اللي هي امومه او لحد واحده ست ولدت يعني. ورك ستوبنج، مفيش شغل الفتره دي، ان امبلويد مش متعين. والفولنتير لو انت كنت متطوع في حاجه، كل دي حاجات هو لو انت عملتها بت ايه بتختار. خلاص احنا هنا في الحاله دي هنختار فول تايم ده. تايب اوف امبلويمنت طبعا بتختار بيد امبلويمنت، اللي هو ان انت بتدفع لك راتب شهري، ودي اغلب الحالات. كونتراكتور دي معناها اللي هو المقاول. سيلف امبلويد اللي انت صاحب شغلك يعني. كوميشن امبلويمنت اللي انت شغال بالنسبه او بالكوميشن. هنا نختار البيد امبلويمنت. تمام، بس التايتل هكتب مثلا Mrs. name of the company or organization. ABS school مثلا، هل انت صاحب الشغل ده؟ هتقول له نو. ال country or territory، المكان مثلا اشتغلنا فيه مثلا احنا في هذه الكويت. وهنا برضو ممكن تكتب اللي هو ال province، دايما هنا في شبه الكويت برضو. عدد الساعات مثلا، كانت نفترض الشغل مثلا من 7 لـ 4، يعني حوالي 9 ساعات. 9 بتضرب في 5 أيام يعني حوالي 45 ساعة. بتشوف عدد الساعات اللي انت بتشتغلها في الأسبوع وبتحسبها وتطلعها. تمام، في بقى حاجة اسمها اللي هو الإيه الناشونال الأوكيوبيشن، ده هو ده المفروض الكود بتاع الشغلانة دي بره. تمام، انت طبعا لو مش عارفه المفروض بتخش على السايت ده اللي هو ليبر ماركت انفورميشن سايت، بيخش معاك سايت تاني خالص عشان تطلع اللي هو زي بيسموه كود الشغلة. كل وظيفة هناك في كندا المفروض بيبقى ليها كود معين. هول اوف كيبك هوز نيم، بس انت مثلا تدخل مثلا لو مثلا عايزين مدرس لغة فرنسية مثلا، اللي هو الفرنش تيتشر. هنحاول ندور على الموضوع ده، طبعا هنا ما طلعش حاجة. ممكن نطلع مثلا نكتب تيتشر، ممكن نجرب education، طلع طبعا اللي هو ايه بقى موضوع ال education، طلع حوالي 22 وظيفة. هو الرقم اللي احنا بندور عليه ده زي الحالة الأولى مثلا، دي manager مثلا اللي هو ال NOC، ده الرقم اللي هتدخله. elementary and secondary school teacher assistant، لا مش هو ده اللي عايزينه.
بتقلب لغاية لما توصل للوظيفة بتاعتك. هنا في 3 صفحات، انا اخش الصفحة التانية مثلا، في early childhood college and other vocation secondary school teacher. ايوه اللي هو ده، اللي هو ده المدرس الثانوي. هنحفظ الرقم ده وهو ده اللي هندخله في الحالة دي، مثلا 40 3 1. تمام، يبقى هندخل هنا 40 3 1، هتلاقي اوتوماتيك هو يمكن يحط لك اهي الجوب تايتل اللي كتب، اللي هو طبعا بالفرنش، اللي هو مدرس في المدارس الثانوية. خلاص ده هنعمل تو كونفيرم في الآخر، وزي ما اتفقنا أي حاجة واحد واقف معاه الوظيفة بتاعته مش عارف يختار، ممكن نتواصل مع بعض ونحل له المشكلة. خلاص كده الوظيفة اتضافت، وكده يعتبر خلصنا تقريبا الركن ده. نتأكد إن العلامة المفروض اغدرت، ما اغدرتش هنا يبقى أكيد في مشكلة معينة. ممكن المفروض تدوس على دي وتعمل edit، قد يكون احنا في حاجة مختارناهاش. يبقى هو التاريخ، البداية، النهاية، النوع، التايتل، اسم الشغل، المكان اللي انت بتشتغل فيه، الكانتري، البروفنس، ساعة العمل، ان او سي. المفروض ده احنا خلصناه كله، ولسه المفروض ما اقدرش. هل طبعا يمكن سبب المشكلة هنا ان انت اللي احنا عملنا من 2016 ل 2017، قد تكون سبب المشكلة ان احنا المفروض كنا نحط الاول فاضي، يعني من اول نكتب من 23. ده اعتقد هي دي السبب المشكلة، ان احنا لو قلنا من 2013 شهر 9 تاريخ 24 لغاية سنة الشغل اللي قلنا عليها 2016، يبقى شهر 1 31/1، ده اتفقنا ان احنا unemployed، عشان كده اعتقد هو المفروض السطر ده نضيف، وده مش بعد الـ unemployed يبقى انت قفلتها له، هتضيفها التانية وبعد كده طبعا. يبقى انت الاول من 2013 لغاية دي، وبعد كده اشتغلت يوم 1/2، لازم بعد كده تضيف له في الفترة اللي هي من 7 بقى، من 7/2/2017 اهي، من 7/2/2017 لغاية اللي هي still have this occupation اللي احنا اخترناها لغاية وقتنا هذا، مفيش تاريخ نهاية برضو، unemployed. تمام، طيب بس برضو كده انت فلتاله، على هنكتب تو كونفيرم. المفروض كده غطينا له الفترة، هل اقدرت؟ بس اقدرت، يبقى هو ده زي ما اتفقنا السبب اللي كان قفلنا الحاجة دي. هل انت عندك جوب اوفر تقدم لك من الوزارة هناك في كندا؟ غالبا الاغلب نو، لان لو ايز ده طبعا يبقى انت زي ما بيقولوا كده عديت، مجرد هو سؤال واحد اقدرت هي معانا.